هل زكاة المال على قيمة تلك الأسهم عندما تخصص هذه الأسهم لي، ولا عندما أتمكن من حيازتها وأتمكن من قبضها وأتمكن من الانتفاع بها؟ الجواب عن السؤال الأول أنه لا حرج في الاستفادة من هذه الأسهم رغم ما يشوبها من الشوائب، لا سيما إذا تخلصت منها فور تمكنك من ذلك، على أن تطهر مالك بالتخلص مما يغلب على ظنك أنه يوازي النسبة غير المشروعة من استثماراتها. افترضنا جدلا أن الاستثمارات 80% مشروعة و20% استثمارات غير مشروعة، عندما تأخذ أرباحك تخلص من 20% لكي تطهر مالك ولكي يطيب لك الباقي. أما الزكاة فمن شروط وجوبها تمام الملك، ومعنى تمام الملك القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه. الأموال التي كفت يد أصحابها عنها ليست أموالا زكوية. من الأمثلة عنها عليها مثلا مهور النساء المؤجلة، امرأة لها عند زوجها مؤجل صداق 50,000، لكن لا تستطيع أن تأخذه ولا أن تحوزه، وقد نص في وثيقة الزواج أن هذا يستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق. فإذا كان ذلك كذلك فهذا المبلغ ليس مالا زكويا، لأنها لا تستطيع أن تحوزه الآن ولا أن تنتفع به ولا أن تتصرف فيه إلا إذا حل الميقات المعلوم الموت أو الطلاق. الأموال المصادرة، الأموال المجمدة، الأموال المسروقة، الأموال المنهوبة، الأموال المغصوبة، كل هذه ليست أموالا زكوية لأن أصحابها كفت يدهم عنها. أنت قد تكون مالكا للمال ولست حائزا له، وقد تكون حائزا للمال ولست مالكا له. فتمام الملك شرط لوجوب الزكاة، معناه القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه. فما دامت هذه الأسهم لا تستطيع أن تتصرف فيها ولا أن تبيعها ولا أن تهم أبدا، هي هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله وإلى أن تنقضي السنوات المعلومات في الشركة. إن كان ذلك كذلك فهذه الأسهم ليست أموالا زكوية حتى تتمكن من قبضها ومن حيازتها. بارك الله فيك.